وسيدي مبروك. الله يبارك فيك. دكتور خضري غادي ناخذ اتصال هاتفي من العيون. فاطمه السلام عليكم. معنا ايضا كوثر من فاس اللي كنطلبوا انها تبقى معنا في الاستماع. فاطمه السلام عليكم. وعليكم السلام. اش اخبارك؟ اللهم الحمد لله بخير. وانت لاباس عليك؟ انا على خير الحمد لله فاطمه. الحمد لله. مرحبا فاطمه. كنتي بخير؟ واخيرا سد لي الخط. واخيرا وانا كنطالب اليوم الحمد لله حلفني الحظ. والحمد لله في حقيقه حنا اللي حلفنا الحظ اننا نسمع الصوت ديالك. بارك الله فيك. تفضل. المهم دكتور المهم انا ما نعرف منين نجي للدخار. ما نعرف منين نجي للدخار ياك. حتى حاجه. اخيرت. المهم الصالير ديال الزوج ديالي عنده 13000 درهم. ما شاء الله. تفضلي لله. ايوا كاريين. كاريين عندنا 1000 درهم ديال السكن. وكنساعدوا الام ديال الزوج ديالي ب 1500 درهم. الام ديال الزوج ديالك ياك؟ اييه. سبحان الله متفقين على هاد النسبة هي هذيك مزيانة. عندنا البنية صغيرة عندها 3 سنين يلا الحضانة 100 درهم اللي كنخلصوا عليها. والفاتورة ديال الكهرباء والماء 200 درهم. 200 درهم. عندنا السيارة. السيارة 500 درهم. لاش؟ 500 درهم. 500 درهم الشهر. هي غازوال هكذا باش نفهموا. ايه الغازوال. ونزيدوا 500 درهم اخرى ديال النفقات مختلفه. نزيدوا 500 درهم اخرى ديال النفقات مختلفه داخله فيها كل النفقات المرتبطه بالسياره. هذه غالبا ما كننساوها وهي راه مهمه جدا. عندنا مصرف البيت ديالنا 1500 درهم. هذه ماكل. الماكل ديالنا. ايه زيد لاله فاطمه. عندنا المهم عندي المصروف اليومي ديال الزوج ديالي كيوصل 800 درهم. المصروف الجيب. المصروف الجيب ديالو 800 درهم. ديالو هو. ديالو هو. والجيب ديالك عندك تقول لي مطقوب. انا كان عندي. ما عندكش. هو هناك يعني خيطو خيط لك جياب ديال الملحفه ديالك خيطها ياك. داكشي اللي خصني ندير. هو قال لا فتحي فيها جياب. تفضلي لاله فاطمه. انا في الشهر التاسع ديالي الولاده. الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يكمل بالخير ان شاء الله. سيزدان الفراش بمولود ان شاء الله سعيد وغيجيب معه رزقه باذن الله. اللهم امين. يا ربي امين. يا ربي امين. المهم يلا جمعت شي 1500 درهم. اييه المولوده الجديده او المولود؟ اييه 2500 درهم ديال المولود. هذه موجوده محطوطه منزله. هذه حكمت درت الغراف ملي كنت كنطلي كدير لي ولاده ولكن ما بقيتش كنحط فيه بزاف هاد السؤال. خلي مع واحد المشكل وقع لينا صافي. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. مشكل وقع داز هذا الان حنا كنشوفوا في السعاده اللي جايه والمولود اللي جاي. باش بشرك الطبيب مولود ولا مولوده؟ مولود. مولود الله يجيبه ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه ليك والباه والقبيله كلها ان شاء الله والمغرب كله. تفضل. اللهم امين. يا ربي امين. شكرا. تفضلي يا لاله. قلت لك وكنت كنجمع شي حاجه شحال هذه كنت كنجمع زعما على حسب الدار نديرو الدار. عندي واحد 300 درهم. وساكت عليها فاطمة. هذه هي باش كنتي تبداي يا لالا كنتي تبداي بهذه يا لالا فاطمة. هذه حبيتها عندي أنا في الكونت ديالي. مزيان ممتاز. ما كندوش عليها. ممتاز هالنموذج أحسن هدية قدمتي لنا احنا في المبادرة الوطنية هي هاد الخبار. هذه خص الناس يسمعوك يسمعوا السيدات تبارك الله ما شاء الله المدبرات المحنكات اللي كتفرح الزوج ديالها بهاد الأمور هذه. وهانتي صبرتي وها هو الله سبحانه وتعالى يسر بهذا المبلغ المهم باش ديري دارك. شوفي فاش فكرتي درتي في البيت ما شاء الله عليك فاطمه. تفضل. انا كنفكر في الدار دابا الكرام ما قادينش عليه حاليا. تفضل لاله تفضل. هال جاي ان شاء الله جايه الدار وجاي المولود وجايه السعاده وربي كبير. تفضل. اللهم ان شاء الله يا ربي. المهم هادشي اللي كاين هاد الخانات اللي عندي ما داكشي اللي كتقول ديال الصحه وديال سميتو ما دايرهش. ايوا الا جمعنا هادشي يا لاله فاطمه هادشي اللي عندك صافي. هادشي اللي عندي. ايوا البركه. هانتي شوفي هانتي 1000. ولكن ما كاينش طوالو في الاسانسور. ما كاينش طوالو. والو. هانتي يا اللي ما طراهاش هنا سمعيني ها سمعيني. ها 1000 درهم.
زين شحال وفرنا؟ راه عندك 1600 درهم وفرها دابا، عندنا 1000 درهم ديال الكرا غادي نديروا ليها 1500 درهم ديال الام ياك. ايه عندنا 200 درهم ديال الكهرباء و100 درهم ديال الروض. ايه ياك السياره قلتي 500 درهم 500 درهم زدنا عليها 500 درهم غنزيدوا عليها 500 درهم. هذه من عندي انا مبادره يعني. المعكل ما فيش بزاف 1500 درهم و800 درهم الجيب ديال الزوج ديالك سامحه الله لانه منعك باش يكون عندك جيب حتى انت. ياك يا لاله فملي كنجيو كنلقاو 6100 درهم هذا هو التوتال. ياك يا لاله ايوا فين فين من 13000 درهم؟ والله اعلم ما عرفت. ايوا راه عندنا 6900 درهم هذه. ايه وراقي له هذاك الجيب عنده وراه كبر مما كتصوري، راه غارق عنده جيب كبير بزاف. هو يدوم صعوبة بزاف، انا غير هادشي غير اللي كان فيه انا. ايوا خيطي جيابو خيطي جيابو، شوفي هذوك جياب بجوج خيطيهم. عطيني هذه عطيني هذه التكي. تبارك الله ما شاء الله الله يجعلها نعمة دائمة. غير حنا 6900 درهم دابا حنا ما عارفينهاش، ماشي ما عارفينهاش فين تمشي. الان كتمشي اكوش ادروات كنعطيو هنا ناخذوا الى اخره جيب من لهيه الفقرة ما كايناش غير 1500. واخا قلتي لي 1500 درهم في السوق انا عارف ان على الاقل غادي تمشي، لان انا عندي هنا خارج ليا في المعدل انك 3120 درهم المعكل انت والزوج ديالك بالمعدل اللي عندك فهمتي؟ وهانتي 3120 درهم ممكن تمشي حتى للسقف ديال 3120 درهم في المعكل. معليش ما يسيعش التوازن ديال البيت، ما عمركم تحسوا بضيق. ايه وعندك 1300 درهم هذا ادخار ضروري من 6900. 1300 ايه ديخار. هذا 1300 عد ليه الدخار، هذا يمشي للخاله ديال الدخار هذه ما فيهاش ياك. ايه حنا نزودوا له الجيب ديالو ندوبلوه كاع في جوج تولي 800 مضروبه في جوج 1600 درهم نعطيه له فهمتيني. ملي كنحيدوا ملي كنحيدوا 800 درهم راه كتبقى عندنا 6100 درهم 6100 درهم 6100 درهم الى حيدنا منها كتبقى عندنا 1300 درهم كتبقى عندي انا تقريبا 4900 درهم هذه كتبقى موجوده. ف الى قلنا 300000 درهم اللي عندكم نتوما هذيك للدار ياك، وكتبقى عندي 1300 درهم ديال الدخار شهري ما عندك مناش تخاف. المولود الجديد عندك 2500 درهم هذه الزروره هذه ان شاء الله باش هذا باش يجي المولود يلقى ان شاء الله الحفله ديالو موجوده ياك العقيقه. و 4900 درهم هذه اللي عندكم فائض شهري في هذا. فالله يجازيك بخير هذه قولي سامعه الزوج قيوه انت والزوج ديالك وعاودوا الترتيب على بناء على هذه الخانات اللي عطيتك راه غادي يجيب الله التيسير لان الصحه ديالك انت والطفل ديالك الان غادي تكلفكم ما يناهي 650 درهم في الشهر من هذاك المبلغ 650 صحه. اي صحه وهانت الى عملتوا هذا الشيء راه البيت غادي يمشي ان شاء الله ممتاز. شكرا لك فاطمه وتحيه لساكنه عيون. مرحبا الله عليك الفكاك على خير ان شاء الله. شكرا.